السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهاردة؟ فيديو جديد واسف على التأخير. هنعمل قلقاس و يعني بالطريقة، هو ليه كذا طريقة بس احنا بنفضل الطريقة دي وما يعني بيبقى احلى بيها. تمام. هنا معايا مية على النار بتغلي، وحطيت بصل وحطيت ورق لوري وحطيت حبهان، وطبعا سبتها غليت، وحطيت شوية ملح صغيرين وسنة بسيطة من فلفل اسود. تمام. اهو طبعا غسلت الفرخة، هعمله على فراخ مش هعمله على لحمة، وانا بحبه كده يعني. فحطيت شوية فلفل اسود وغسلت الفرخة كويس وحطيتها في المية، وهغطي عليها بقى وهبتدي ان انا اقطع السلق. بصوا ده سلق لونه اخضر كده، هبتدي ان انا اقطعه كده من الورق بتاعه. طبعا هغسله يعني، هقطعه وهغسله. تمام. اهو هفضل بقى اقطع فيه كده. تمام. اهو اهو بوريكم بقطعه ازاي. ده سلق اخضر. بصوا هي الطريقه دي اسهل طريقه للقلقاس واطعم طريقه، يعني اسهل طريقه واطعم طريقه. تمام. وجربوها مش هتندموا يعني. والقلقاس في الصيف، ايوه والقلقاس في الصيف لان احنا بنحبه جدا. بس القلقاس اللي هو بتاع طبعا غسلته اهو وحطيته في مية على النار، مية ساقعة عادي خالص. هسلقه بقى كده على النار، ومعايا شوية كزبرة خضراء، ما عندكيش حطي ناشفة عادي خالص، وهحط رستهم حلوة كده. تمام. اهو هفرمهم مع بعض في الكب. تمام. اهو هفرمهم. وطبعا القلقاس بتاع الشتا بيبقى احسن كتير من القلقاس، بيبقى ليه طعم حلو قوي 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 من القلقاس بتاع الصيف. تمام. سلقت الفراخ وطلعتها اهو، والشوربه مكان الفراخ اهي. هنزل بقى طبعا غسله القلقاس، قطعته وغسلته كويس جدا بميه ساقعه، فضلت اغسل فيه كتير كتير كتير. تمام. وهنا اهو خدت السلق، صفيته من الميه السخنه اللي انا سلقته فيها، وحطيته في الخلاط، وحطيت عليه ميه ساقعه عادي خالص، وهضربه بقى كده ايه في الخلاط. تمام. بصوا لونه اخضر ازاي، بصوا لونه حلو واخضر ازاي. تمام كده. خلاص كده هسيبه على جنب. هعمل بقى شويه رز ابيض، وطبعا احنا عارفين الرز الابيض بيتعمل ازاي يعني. هعمله بشويه زيت صغيرين، وهحط الرز غسلته طبعا، وهحطه اشوحه عادي خالص، واحط الملح بتاعه والميه بتاعته، وهغطي عليه واسيبه بقى يستوي مع نفسه خالص. طبعا هرجع لموضوعنا يعني. هاخد حته توم بقى من التوم اللي انا فرماه نيه، وهحطها على القلقاس. تمام. هو استوى، وبعدين هنزل بالسلق اللي انا ضربته، ياخد بقى غلوتين. وطبعا هو القلقاس استوى، بس القلقاس خد مني وقت في السوى لان هو بيبقى ناشف شويه، بتاع الشتاء غير بتاع الصيف. تمام. هنا بقى هحط في طاسه صغيره، هحط بقى التوم اللي انا فرمته كده بالكزبره، هحمره على النار. تمام كده. اسهل طريقه للقلقاس واطعم طريقه ممكن تعمليها. تمام. اهو التوم مش كتير. تمام. بس هي الطاسه صغيره. احط بقى شويه زيت وهحمرهم بقى على النار كده، اكنك بتعملي طشه ملوخيه بس بكزبره خضراء. تمام. اهو هفضل بقى اقلب فيه، عايزه تعمليه بسمنه اعمليه، عايزه تعمليه بزبده اعمليه، براحتك خالص، بس يعني خفيف خفيف احسن كده. تمام. وخصوصا كمان الشتاء الصيف مش عايز طبيخ اللي هو الدسم. تمام كده. حمرتها خالص اهي، هنزل بقى كده عليها على القلقاس، هطشها كده، وهاخد شويه ميه كده من القلقاس في الطاسه وهنزل بيها. عايزه اقول لكم الريحه كانت حلوه جدا، وطعمها وطعم القلقاس كان حلو جدا جدا جدا. اهو طبعا حمرت بقى الفراخ، اهو رشيت عليها ملح وفلفل اسود. وده كان غدانا، ويا رب الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب، وباي باي في فيديو جديد.